في رد فعل غريب جدا وعكس كل المتوقع في ظروف زي دي. قام سانتياغو كانزنرايس حارس فالنسيا السابق مشي عكس التيار تماما وكتب تغريده قال فيها ان الراحل ريس ما يستحقش التكريم ولا معاملته كانه بطل بعد موته في حادثه العربيه. كانزنرايس كتب على حسابه في تويتر: القياده بسرعه عاليه جدا، موقف بيستحق الاستنكار. لقد كان هناك ضحايا آخرين في الحادث بالإضافة للسائق. ريس لا يستحق التأبين كبطل، لكن هذا لا يعني أننا لا نشعر بالأسف لما حدث وأننا لا نصلي من أجل أرواحهم. الاحتفالات والإحصائيات المشرفة اللي بيستحقها نجمنا المصري الدولي محمد صلاح، حساب جريدة الوطن المصرية نشر إنفوجراف عن محمد صلاح وعمل كشف حساب النجم المصري في موسم 2018-2019 مع ليفربول، وظهر في الإنفوجراف أن محمد صلاح لعب 52 مباراة في كل البطولات مع ريدز، سجل فيها 27 هدف وصنع 13 غيرهم. صلاح حسم لقب هداف الدوري الإنجليزي ب 22 هدف، وكمان كان هداف فريق ليفربول في دوري الأبطال وسجل 5 أهداف. أما صحيفة هاشبريس المغربية عملت فيديو عن استبعاد صلاح من تشكيل دوري الأبطال المثالي، ورغم فرحة المغاربة بتواجد المغربي حكيم زياش لاعب آكس أمستردام، إلا أنهم طبعا استغربوا جدا من غياب محمد صلاح زي ما العالم كله استغرب، وكان تشكيل غير متوقع. تعالوا نشوف مع بعض. على تويتر احتفل بتألق حكيم زياش ونشر له صورة فيها ملخص اللي قدمه السيزن ده مع الفريق، وكتب تعليق عليها: إنه مثل السحر، حكيم لعب 49 مباراة مع آيكس سجل فيهم 21 هدف وصنع 20 كمان. أنا أختتم معكم رحلة